يوم خامس من الاجتياح الإسرائيلي لثلاث مدن في شمال الضفة الغربية، وجد الاحتلال نفسه أمام مقاومة لم تكن في الحسبان. اجتياح صهيوني عاث تدميرا بالأرض والإنسان الفلسطيني، غير أنه سيخرج مثقلا بالخسائر. حرب واسعة وجرائم متواصلة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في عملية تعد الأوسع تنسجم مع سياسات حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو، التي لوحت إلى تهجير الفلسطينيين بذريعة أنهم يشكلون خطرا وجوديا على استمرار المشروع الصهيوني. في ساعات يوم السبت هاجم مستوطنون صهاينة تجمعا سكانيا في الخليل واستولوا على 300 رأس من الأغنام وأتلفوا ممتلكات سكانه، كما أضرم مستوطنون النيران بأرض زراعية في قرية برقة شرقي مدينة رام الله وسط الضفة، ضمن سلسلة من الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال خوض عملية عسكرية لليوم الخامس على التوالي في جميع أراضي الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 22 فلسطينيا على الأقل حتى مساء السبت، وبذلك ارتفعت حصيلة عدد الشهداء في الضفة إلى نحو 676 منذ 7 أكتوبر الماضي. وفيما يتوسع العدوان في يومه الخامس ويزداد خطورة، حيث لم يبقى مكان في جنين إلا وتتواجد فيه قوات الاحتلال وقناصاتها بعد اقتحام منازل المواطنين وطردهم منها. علم، صلاة، وصيام، قيام، عمره ما غلط ولا زعل حدا. محمد بجنن في زيف كل الدنيا، ربنا سماه من عنده. يوم ما حملت فيه حلمت قالوا لي سميه محمد، سميته عسم النبي. إن شاء الله يكون مع النبي، الله يرحمه ويرضى عليه من هون ليوم القيامة. الله يرضى عليه ويسهل طريقه ويصبرني عفريقه يا رب، يجمعني فيه بالجنة يا رب مع النبي محمد. يا رب يا رب يا حبيبي يا محمد. وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على جنين تزامنا مع معاوداتها اقتحام مدينة طل الكرم شمالي الضفة، بعد أن كانت قد انسحبت منها بالتزامن مع اقتحامها لكل من بلدة الخضر جنوبي بيت لحم ومدينة الخليل، ومنعت مركبات الإسعاف من إيصال المرضى إلى المستشفيات. لكن للأسف الاحتلال كالمعتاد منعنا من الدخول. كما وصلنا أنه قناص بالرأس داخل غرفته، فهو من دولة احتياج خاصة العقلية أو عنده مشاكل عقلية، فتم قنصه داخل غرفته. توجهت سيارة الإسعاف، تم منعناه بحجة أنها منطقة حاليا مغلقة. وشهد الحي الشرقي في مدينة جنين تدميرا كبيرا أدى لتغيير معالمه بعد تجريف الاحتلال الشوارع والبنية التحتية وأجزاء من المنازل. ويرى سياسيون أن العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة تنسجم مع الحرب على قطاع غزة، وتأتي في سياق حرب الإبادة الهادفة للقضاء على الوجود السكاني للفلسطينيين بفلسطين التاريخية. حرب متواصلة للاحتلال الصهيوني ومستوطنيه في الضفة منذ أن بدأ التصعيد في أكتوبر الماضي، تزامنا مع حرب مدمرة على غزة وارتكاب مجازر جماعية بحق النازحين، وما زال يواصل الاحتلال حربا شاملة على أراضي الضفة الغربية.